شكرا هدير. سريعا هنروح نشوف نتابع الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها وزاره الاوقاف هتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. كمان النهارده هتنطلق منافسات البطوله العربيه لدراجات المضمار واللي هتقام باستاد القاهره، ده غير انه في 8 مباريات قويه جدا في اطار الجوله الثالثه من دوري المجموعات لبطوله اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف هتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، وخلال الاحتفال هيتم تكريم بعض الشخصيات اللي أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديراً لتفانيهم في العمل الدعوي. النهاردة هيبدأ عرض فيلم فضل ونعمة في دور العرض السينمائي بطولة النجم ماجد الكدواني وهند صبري. الفيلم بتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين فضل أو ماجد الكدواني ونعمة أو هند صبري، واللي عندهم عربية أكل تيك أواي وبيتورطوا في قضية وبيحاولوا إثبات براءتهم. النهارده تنطلق منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار واللي هتقام على المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة بمشاركة 120 لاعب ولاعبة كبار وناشئين بيمثلوا 9 دول. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع 8 مباريات قوية في إطار اليوم الثاني للجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن أهمها مباراة تشيلسي الإنجليزي مع إي سي ميلان الإيطالي الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من شختار دونسك الأوكراني مع ريال مدريد الأسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي.